الهدف الثاني وعادل على ابو شوقي، عادل على ابو شوقي نائب رئيس النادي والاب الروحي طبعا لنادي النفط، وبالتالي ثاني الاهداف لمحمد داود. اعتقد محمد داود خلص المباراه. النفط بهدف ثاني عن طريق محمد داود، وبالتالي لاحظ الله الله، ثاني بمرمى طبعا السفانة عن طريق محمد داود، هدف للنفط لا شيء الميناء. اعتقد المهمة اصبحت صعبة جدا. ثاني الاهداف لفريق نادي النفط طبعا عن طريق محمد داود. الان محمد داود 4 اهداف اصبح في صدارة الهدافين. اعتقد المهمة اصبحت صعبة على فريق البناء. حسام مالك قريب قطع لي الكرة من احمد عبد المجيد. حمزة